بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك علي وعلي أغلب من قدرتي، فأعطني من نفسي ما يرضيك عني، وخذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية. اللهم لا طاقة لي بالجاه، ولا صبر لي على البلاء، ولا قوة لي على الفقر، فلا تحظر علي رزقي، ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد بحاجتي وتولى كفايتي، وانظر إلي وانظر لي في جميع أموري، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، ولم أقم ما فيه مصلحتها، وإن وكلتني إلى خلقك تجهموني، وإن ألجأتني إلى قرابتي حرموني، وإن أعطوا قليلا نكدا، ومنوا علي طويلا، وذموا كثيرا. فبفضلك اللهم فاغنني، وبعظمتك فانعشني، وبسعتك فابسط يدي، وبما عندك فاكفني. اللهم صل على محمد وآله، وخلصني من الحسد، واحصرني عن الذنوب، وورعني عن المحارم، ولا تجرئني على المعاصي، واجعل هوايا عندك
ورضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني وفيما أنعمت به علي، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مكلوءا مستورا ممنوعا معاذا مجارا. اللهم صل على محمد وآله، واغض عني كل ما ألزمتني وفرضته علي في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقه، وإن ضعف عن ذلك بدني ووهنت عنه قوتي ولم تنله مقدرتي ولم يسعه مالي ولا ذات يدي، ذكرته أو نسيته هو يا ربي مما قد أحصيته علي وأغفلته أنا من نفسي، فأده عني من جزيل عطيتك وكثير ما عندك، فإنك واسع كريم حتى لا يبقى علي شيء منه تريد أن تقصني به من حسناتي أو تضاعف به من سيئاتي يوم ألقاك يا ربي. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني الرغبة في العمل لك لآخرتي حتى أعرف صدق ذلك من قلبي، وحتى يكون الغالب علي زهدا في دنياي، وحتى أعمل الحسنات شوقا وآمن من السيئات فرقا وخوفا، وهب لي نورا أمشي به في النار
وأهتدي به في الظلمات، وأستضيء به من الشك والشبهات. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني خوفا غم الوعيد، وشوقا ثواب الموعود، حتى أجد لذة ما أدعوك له، وكعبة ما أستجير بك من. اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخرتي، فكن بحوائجي حفيا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما أنعمت علي في اليسر والعسر والصحة والسقم، حتى أتعرف من نفسي روح الرضا وطمأنينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف والأمن والرضا والسخط والضر والنفع. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني سلامة الصدر من الحسد، حتى لا أحسد أحدا من خلقك على شيء من فضلك، وحتى لا أرى نعمة من نعمك على أحد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو سعة أو رخاء، إلا رجوت لنفسي أفضل ذلك بك ومنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني التحفظ من الخطايا والاحتراس من الزلال في الدنيا والآخرة في حال الرضا والغضب، حتى أكون بما يرد علي منهما
بمنزلة سواء عاملا بطاعتك مؤثرا لرضاك على ما سواهما في الأولياء والأعداء حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري وييأس وليي من ميلي وانحطاط هواي واجعلني ممن يدعوك مخلصا في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء إنك حميد مجيد.